معليش قفزات ما يمدي يقول زين قفزات مشكله ثانيه اي بس حنا نمشي ايش رايك يلا ملوخيه ولا بعد ملوخيه يلا سمعنا غزلي لا يا شيخ حنا متغزل تغزل باخوياك عطنا يلا انا عندي شخص وعندي شاعر وموهبه سمعني للامانه اسمعك انا ما راح اتكلم ابيكم انتم تعلموني وتكتبوا لي وش رايكم بالشعر ودي انك تعطيني بيتين تمام غزليه غزليه الله اقول انا مشتاق وتقول مشتاق مشتاق ما ادري وش اكثر شوقنا من بعضنا الله حكايه الاحباب مع جو الاشواق قامت تجارينا وتفهم غرضنا غرضنا صح لسانك يا حبيبي فانا اقول خصمنا يا عبد الله طيب ابي انك تسرع او انك تعطيها ايه يقول خلى الامل ملعب وخلى الثقه شوط الله خلى الامل ملعب وخلى الثقه شوط روح التنافس فالمواقف شدها اسمع اضغط على خصمك لو تصير مضغوط الكره اللي صوب بابك ردها ردها يلا بنشوف النهايه من يرد الثاني ايش صار كارثه كم باقي الوقت يا هلا المخرجين يا رب ساعدكم والله ما يلا باقي 10 دقائق باذن الله راح نعلن النتيجه ما في 5 دقائق احنا خالصين 10 لان الرز باقي الرز خله طبهم يبرز طبهم يبرز يا جماعه النار هذه مالك الرز استثناء يا دقيقه سمع على شيء بس 10 دقائق بس صوت بس الطبخ ما تعرف